خلينا نبدأ معاكم بالشائعة الأولى، واللي بتقول إن سيتم استبعاد وحذف كل من يمتلك أكتر من خط تليفون من بطاقات التموين. يعني كل واحد معاه أكتر من خطين تليفون أو خط واحد تليفون سيتم إلغاء بطاقات التموين الخاصة به. طبعا الشائعة دي برغم عدم منطقيتها تم نفيها من وزارة التموين، اللي قالت إن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى هذه اللحظة بيقتصر فقط على حذف المتوفين المسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم قومي. وكمان قالت وزارة التموين أن ضبط عدد المستفيدين يتم بناء على الأرقام القومية الصحيحة، وده طبعا حفاظا على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم. الوزارة في البيان اللي أطلقته ردا على هذه الإشاعة تبعت أنها ما زالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة. هذه المؤشرات بتكون معتمدة على نتائج بحث الدخل الإنفاق والاستهلاك. الوزارة كمان أشارت إلى أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والفئات الأكثر احتياجا وكمان الأولى بالرعاية.